معي مكالمة أخرى وبعدها أكمل في النقاط التي يعني. ألو، ألو، مرحبا، كيف حالك أخ مرحبا، رشيد؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلي. معك أروى النقاش، أهلا وسهلا. عراق. أهلا بك، عراقية الأصل وعايش في أمريكا الآن. حبيت أشارك بالبرنامج، خليك. حبيت أذكر مثال. أنا من كنت عايشة بالعراق، كان بالحي اللي إحنا ساكنين بيه كان عندنا جيران طبعا، فوحدة من الجارات كانت متبنية طفل، وكانت يعني لأنه ما تخلف، فراحت من الملجأ جابت طفل لقيط، أو خلينا نقول ابن غير شرعي، يعني ما يعرفون من أمه وأبوه، وتبنته ودايرة بالها عليه وعايش وياها اعتيادي، ما لا يأذي أحد ولا هي مأذي أحد. هاي وحدة. النموذج الآخر من جيراننا كان رجل يضرب مرته وعنده أطفال، ونشوفهم قدام عيننا، يطلع يسحبها من شعرها للحديقة، وصوت الصراخ والصياح، بس ما حد يتدخل لأنه ده يأدبها، لأنه هو ده يطبق الشريعة. فالناس كانوا دائما، يعني كانت هاي المرة اللي متبنية الطفل، من تجي تزورنا، أسمع أمي كانت تلومها، تقولها أنت ده تسوين حرام، هذا حرام، ما يصير هيك تسوين، ما يصير تتبني، ممنوع بالإسلام. والمرة هاي تسكت، ما تدري ايش تسوي وتروح. بس هذاك اللي كان يضرب زوجته، ما فد يوم شفت احد، ولا حتى بينهم وبين نفسهم الناس ما كانوا يقولون هذا ده يسوي غلط، كانوا يقولون شوف هي ايش سوت، يمكن جاوبته تستاهل. زين، فعلا مقارنة تستحق التنويه، لأنه فعلا لاحظي أنه التبني شيء جميل ويلام عليه الشخص، والضرب شيء قبيح ويسكت عنه الشخص. لأنه هذا الإسلام يقول هيجي، وأنت يعني نفذ ولا تناقش أبدا، يعني هي شلون النظام العسكري لسه بعد أسوأ. فأني يعني كنت بوقتها عمري، كنت يعني بأمر المراهقة، فكنت أقعد أتناقش ويا أمي وأبويا، طبعا وراها كنت أكل كتلة. ليش؟ لأنه من أتناقش أقول لهم، يعني كانوا دا أعترض على إله الكون اللي طلع هاي التشريعات، يعني بيقولوا لي إحنا ما جايبيها من جيبنا، أنت قاعدة تعترضين على إله الكون. أقول لهم أنا يعني مو قصدي أعترض، بس أنا بس أريد أفكر. أنت ممنوع حتى تفكر، يعني أنت تفكر أنت تستحق القتل، يعني أنت دا تكفر فيجب أن تموت. بس أنا ما كنت أخاف حتى لو كانوا يضربوني، فكنت أقول لهم يعني هاني المرأة اللي متبنية طفل، يعني بيش مأذيتكم؟ هي لا هي مأذية نفسها، ولا مأذية الطفل، ولا مأذيتكم. انتوا ليش زعلانين؟ ليش متأذين نفسيا؟ بس هذا اللي يأذي مرته وأطفاله، كانوا يجون يزورون، ومرته تجي، كانت تجي تزورنا هاي المرة اللي يضربها زوجها، مكسورة خاطر وحزينة ومتدمرة نفسيا، والأطفال يجون يمي يبكون ويحكوا لي بابا ضرب ماما واحنا نهدئهم. زين، قلت لهم بس هذا مأذي عائلته، وحتى هو صح. نفسه متأذي نفسيا، حتى علاقته مع الجيران كانت مو زينة. يعني زين، هذا هو متأذي ومأذي عائلته، وحتى مأذينا احنا. يعني أنا من أطلع بالحديقة وأسمع صوت الصراخ مال مرته يسحبها من شعرها، ده يعني أنا ألم، ما تأذى، ده ألم صح؟ للجميع. يعني كأنه مثل المساجين اللي عايشين بسجن، يسمعون بزنزانة أخرى السجين ده يعذبوه، ويسمعون الصراخ مالته. يعني هذا ما يألمك؟ يعني طبعا هاي يعني إذا واحد عنده ذرة مشاعر وإحساس، لا أنت ما يصير، حتى لو تتألم ما تتألم، هاي طبق مرض، اسكت وانشب، لا تحكي. ومجرد أنه بس أريد أتناقش بالموضوع، بيني لاحظي وبين أمي، لاحظي أخت أروى، معلش سامحيني على المقاطعة، إنه هذه الأشياء تفرد بها الإسلام، ما تلاقيهاش في دين تاني. أي إذن، فبالنتيجة أنا توصلت إلى أنه الإسلام recipe for disaster، يعني شلون وصفة تقولها بالعربي، للخراب. وصفة للخراب. فلذلك قررت بالأخير أنا يعني هذا ما ينفعنيش، ما أريده، هذا ما أريده. يعني قد تكون الوصفة هاي تفيد غيري، أكو ناس هم يستمتعون بهاي الأجواء، بس طب أنا ما بتفيد تنفعني. ايه يعني؟ ما هو احنا شفنا في مجتمعاتنا تنفع بتفيد في تنفع ايه؟ قصدي شنو؟ قصدي مثلا من يجون ناس يناقشوني، حتى ما اريد يعني اظل، يعني اكو ناس يناقشوك حتى يتجادلون وياك، مو حتى يوصلون للحقيقه. فمن تجي وحده تقول لي وشنو الاسلام، ليش تحكين على الاسلام؟ فاقولها حبيبتي انت
نفرض انت مثلا تحبين تتزوجين رجل يضربك، تحسين انه الرجال اذا ما يضربك ويهينك انت ما تحسين برجولته. انا بالنسبه لي اذا رجال يجي يضربني ويهيني هذا يعني ما اقبل، ما اقبل اني ولا اقبل، مو حتى مو بس ما يضربني، حتى لو يقول لي راح اقوم اضربك هاي اعتبرها اهانه، هذا ما هذا اطلقه، واذا ما اقدر اطلقه اهرب من عنده اصلا، يعني حتى ما انتظر احد يطلقني منه. ففي ناس هم يحبون اجواء الرعب، اجواء الاهانه، هذول بالعافيه عليهم يخليه يستمتعون بيه. بس انا اللي اقوله لما انت عاجبك فد جو معين وهو مزعج للاخرين عيش بيه، بس لا تفرض على الاخرين، هاي بينهم وبين نفسهم، هم اذا حابين هذا الشيء بس يريدون ينشروه بالعالم. والسؤال اللي يطرح نفسه مرات دائما افكر بين نفسي اقول يعني اذا في يوم نمنا بالليل وقعدنا الصبح والاسلام بيختفي من الوجود، ماذا سينقص العالم؟ هل ستتوقف المصانع؟ هل سيموت الناس من الجوع؟ هل ستتشرد النساء في الشوارع ويديح الاطفال بالشوارع؟ ايش راح ينقصنا؟ يعني افرض لو مثلا اصلا محمد ما جاي ولا جاي الرساله مالته، شو كان حينقص من العالم؟ الجزيره العربيه شلون كان راح يكون شكلها؟ انا اقول لك شلون راح يكون شكلها، كان راح يكون بها تنوع واطياف، وحتى لو مرات يتقاتلون او يصير مشاكل بيناتهم، هذا الانسان يخطئ، بس اكو فرق لما انت تروح تخطئ لان انت انسان معرض للخطأ، وبعدين بس انت حتى وانت مجرم، حتى وهو ده يقتل وده يسرق وده يغتصب الاخرين، هو ده يعرف هو ده يسوي خطأ، يعرف هاي خطيئة وحاسس بيها، مش بس هو انه يعني تشريع قابل من انه الله. يخطئ. غير ما انت تروح تقتل، اني رايح ده اقتل واغتصب النساء والاطفال لانه اني حتى اكافئ، اكافئ معنويا وماديا في الدنيا والاخره. وبعدين حتى هاي حتى المكافأة بعدين مالتهم، شنو هي المكافأة مالتهم؟ نكاح واكل، يعني فشي مخزي مخزي. يعني انا طب انا هسه حتى وانا اشكرك اختي اتفضل اتفضل اروى على المكالمة جميلة وكل شيء، لكن